ماشي راضيين على الحوار الاجتماعي، حنا ما راضيينش على الحوار الاجتماعي وما راضيينش على الاداء الاجتماعي ديال هذه الحكومه وما راضيينش حتى على من وقع كل الاطراف التي وقعت هذا الحوار الاجتماعي، لانه نعتبره اتفاقا شريدا، لانه لم يستحضر اللحظه الاجتماعيه، لم يستحضر كل المؤشرات الاجتماعيه المقلقه التي اصدرتها كل المؤسسات الوطنيه والدستوريه والتي اكدت الرسميه والتي اكدت بالملموس على اننا ازاء ازمه اجتماعيه متناميه من جراء يعني من جراء استفحال النزيف ديال القدره الشرائيه، من جراء يعني هذا التنامي المضطرب لثلاث سنوات من المنظومه ديال الاسعار المرتبطه اساسا بالمحروقات والانعكاسات ديالها، وايضا مرتبطه بالمواد الاساس التي تشكل القفه المغربيه. كذلك نحن غير راضين على هذه مخرجات الحوار الاجتماعي والسياسات الاجتماعيه ديال هذه الحكومه، لان اليوم العبث بالامن الاجتماعي والتماسك الاجتماعي يعني لا تبرره هذا الهروب الى الامام من خلال تدبير بعض الاوراش الاجتماعيه الكبرى بمنطق المقايضه. اليوم عندنا تدبير سيء ديال الورش ديال الحمايه الاجتماعيه وديال الدعم المباشر الذي اسقطت من يد الملايين، كانوا تيستافدوا من الرميد، اليوم اصبحوا لا يتمتعون بالمؤشرات التي تسمح لهم بالخروج الى الاستفاده من الرميد. اذا هذا تراجع على واحد المكتسبات اللي كانت لصالح الفئات العشه. اليوم عندنا تدخل يتجاوز 13%، عندنا المؤشر ديال البطاله يتجاوز ذلك 13.7%، اذا عندنا مؤشرات ديال ازمه اجتماعيه، ولكن هذه الحكومه اختارت في اطار نهجها التغولي في اطار نهجها التحكمي الا ان تعرض الى الامام من خلال يعني الترويج على انها دارت واحد الاتفاق اجتماعي لا اثر له اجتماعي لا على مستوى القطاع العام ولا على مستوى القطاع الخاص، على مستوى الزياده العامه في القطاع العام يعني انها اقصت الكثير من القطاعات يعني على المستوى العمومي من قبيل الصحه والتعليم، على اعتبار انهم سبقوا واستفادوا بان هذه الحكومه اعطت باليمين وسحبت بالشمال ورحلت الزياده المفروضه للقطاع الخاص الى سنه 25 والى 26، بمعنى الاوضاع الاجتماعيه المترديه للعاملات في الضيعات وفي المقاولات وفي يعني وفي الحقول وفي الوحدات الانتاجيه والصناعيه، هل سينتظرون سنتين حتى تنتهي يعني الولايه ديال هذه الحكومه من اجل تصحيح يعني الاجور ديالهم؟ اظن ان هذه الحكومه هي وان رفعت شعار رهانه الدوله الاجتماعيه، اظن على ان بسياستها الاجتماعيه هي تشتغل ضد منطق الدوله الاجتماعيه وهي تنحاز بشكل مباشر الى البطرونه، وهذا يؤكده المنطق ديال المقايضه بحيث حاولت ان تعطي وان تزيد لبعض القيام لبعض القطاعات لتغطي على تمرير يعني قضايا وملفات كبرى من قبيل اصلاح انظمه التقاعد ومن اجله وكذلك تمرير قانون تنظيم حق الاضرار.